مش ضايق انه حزب الله وبعد اطلاقه مسيرة حسان كشف النقاب عن صاروخ علاء الباليستي تيمنا بالشهيد علي فياض الملقب بعلاء البوسنة؟ رواد موقع تويتر وبعد الكشف عن المسيرة حسان لأطلق عليها هالاسم تيمنا باسم قائد حزب الله العسكري الشهيد حسان اللقيس، تداولوا صورة لصاروخ باليستي كتب عليه اسم علاء 105 مع علم حزب الله على جانحه الخلفي وعلى اول الصاروخ. لانه الصورة مفبركة عبر تقنية ياندكس قدرنا نعرف ونوصل للصورة الأصلية واللي بتعود لصاروخ بينا الباليستي الإيراني، وتم تعديل الصورة الأصلية باستبدال علم إيران بعلم حزب الله واسم بينا باسم علاء 105 وزيادة صورتين بالخلفية لقادة حزب الله مع إضافة لوجو الإعلام الحرب المركزي على طرف الصورة. والصاروخ بينا هو صاروخ باليستي إيراني الصنع، تم اختباره بتاريخ 10 شباط 2014 من قبل وزارة الدفاع الإيرانية بنجاح قبيل الذكرى 35 للثورة الإسلامية بجمهورية إيران. واللافت أن عدد من المحللين السياسيين وقعوا بفخ هالصورة وصدقوا أن هالصاروخ هو إنتاج جديد لسلاح حزب الله. بالخبر الأخير مش ضايق أنه تمت إضاءة برج خليفة بدبي بالعلم اللبناني بعد تتويج المنتخب اللبناني لكرة السلة بلقب بطل العرب. هالصورة تم التداول فيها بشكل كبير على موقع تويتر ومواقع التواصل الأخرى خلال الأيام الماضية، وزعم ناشروها أن لإضاءة برج خليفة بعلم لبنان تقديرا لفوزه بالبطولة العربية لكرة السلة اللي أقيمت المباراة النهائية منها على أرض الإمارات. إلا أن الصورة تعود إلى إضاءة برج خليفة بالعلم اللبناني تضامنا مع لبنان يوم 4 آب 2020 تاريخ انفجار مرفأ بيروت. ومن بين الأشخاص اللي وقعوا بفخ نشر هالصورة كان السفير الياباني بلبنان، وكتب على تويتر قائلا: إضاءة العلم اللبناني على برج خليفة في دبي وذلك بعد تتويج المنتخب اللبناني بلقب البطولة العربية لكرة السلة، الصورة مؤثرة جدا وترمز إلى تضامن شعب الإمارات مع الشعب اللبناني، خيالي. ونحن بنقول للسفير الياباني مش دقيق. مع الخبر نوصل لختام فقرة مش دقيق.